حاتم مجال النائب رئيس الملعب الافريقي لمنز بورقيبه، انتصار ثمين. اكيد ثمين وثمين جدا. والله انتصار جاي بعد فتره يما تصرف فيها الشك الاطار الفني وللاعبين الحمد لله اليوم ان شاء الله يقع معناها وضع حد الوضعيه هذه وان شاء الله القادم افضل يا ربي. شكرا. ميرسي بوكو شكرا لك بالصحه صوت. كلمه بهذه. معنا المعدل البدني خليل غول. مرحبا بك نزار. مرحبا براديو صوت مزبورقيبه. معناتها كان تحكي لنا كيفاش معناتها الملعب الافريقي لمزبورقيبه ديما الاصوات الثانيه نتاعو يكون معناتها النسق مرتفع على الاصوات الاولى. والله الحمد لله باش نقول لك معناها خدمه نتاع الاولاد الكل، الاولاد معناها يبليكيو الحاجات اللي نعملوهم في الانترينمون، يبليكيوهم نهار الاحد في الماتش، فهمت؟ الخدمه هذيا مش معناها قاعدين نخدموا، مش نقول لك حاجه، قاعدين نخدموا نجم تقول احسن فريق في الرابطه الثالثه، معناها الاوقات نتاع الانترينمون في النظام، دي سيونس صباح وعشيه، دي سيونس دو موسكيلاسيون، معناها قاعدين نخدموا في خدمه.
النتائج ما مشاتش معانا النتائج. تشوف انت اليوم بريمير ميتون الاولاد كريسبي شويه معناها وكي هبطوا دوزي ميتون فما شويه فريشور الحمد لله معناها ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله معناها من حسن الى احسن ان شاء الله ملعب افريقي مازبرجي من حسن الى احسن. يوم الاربعاء لقاء ديربي اخر يوم الاربعاء ان شاء الله نحن ديما حاضرين على اهل الماتري ان شاء الله تحضير تحضير بدني اكثر من نسان اهل الماتري ولا اتحاد بوسان اهل الماتري اهل الماتري نحن اللي جينا احنا اللي جينا نلعبوا له واللي جي مرحبا به تقول تربي معناها ان شاء الله اليوم يروحوا كملنا تو في تو معناها الماتش ماما راهو اليوم عملنا سيونس ديكراساج ان شاء الله غدوه الحي الصباح نعاودوا نخدموا نروحوا نفرحوا اليوم غدوه الصباح نعاودوا نحضروا الماتش الجاي ان شاء الله نهار الاربعاء ان شاء الله. راديو صوت منا الصوت ومنكم الصدى.